حضراتكم، وما زلنا معكم من أجواء القمة العربية بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ. هذه القمة العربية التي تعتبر قمة وجود أو عدم وجود، أخطر قمة عربية أقيمت منذ أن بدأت القمة العربية منذ عام 1946. يشرفني أن يكون معي على شاشة قناة الفراعين وزير خارجية المغرب السيد صلاح الدين مزوار. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا وتحية لمشاهدي الفراعين. أهلا بسيادتك يا فندم، منورنا. وبداية طبعا زي ما حضرتك عارف وتعلم أن حال العرب من سنوات طويلة ليس كحالهم الآن، وأن القمة العربية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تمر بها الدول العربية تعتبر من أخطر القمم العربية التي أقيمت. يحتاج الوطن العربي إلى جيش عربي وقوى عربية مشتركة، وتم نقاش هذا الموضوع خلال جلسة المؤتمر الافتتاحية من قبل فخامة الرؤساء والسادة الملوك. تعليق حضرتك على هذا الموضوع. العالم العربي في حاجة إلى حزم وإلى خطة واضحة وإلى آليات الدفاع، منها العسكري والسياسي والثقافي والديمقراطي. العالم العربي في حاجة إلى دينامية تجيب إلى على التحديات التي يواجهها اليوم. كل شيء بدأ يتغير، هناك محاولات اختراق المجتمعات العربية بشكل خطير، هناك محاولات لضرب الشرعية وزعزعة الأنظمة الشرعية، هناك محاولات لا ديمقراطية كذلك، وهذا ما شاهدناه في اليمن اليوم، وذلك ما دفع إلى أن يعتبر الجميع وأساسا قوى التحالف بأنه لا يمكن أن نسمح بأن يستمر هذا الوضع بهذه الطريقة بدون إجابة قوية وصارمة. إذن اليوم هناك نقاش حول المسؤولية ومسؤولية الدول العربية والقادة العرب في هذه المرحلة، ومن هنا جاءت كذلك فكرة قوة عربية مشتركة لمواجهة هذه المخاطر، وهذا أعتقد بأنه منهجية جديدة للإجابة على وضع جديد وتحديات جديدة، وأعتقد بأنه ما سيسجل على هذه القمة هو أنها بالفعل طرحت قضايا واقترحت حلول من أجل وحلول عملية من أجل يعني مواجهة هذه المخاطر الجديدة. يمكن سيادة الوزير الوطن العربي الآن في خطر داهم، ولا يوجد شبر في الوطن العربي بعيدا عن المؤامرة ولا بعيدا عن ما يحدث في باقي الدول العربية. كان من أهم القضايا التي يناقشها أو تناقشها القمة العربية هي القضية الفلسطينية، ولكن نحن الآن في صدد القضية الليبية والقضية اليمنية والقضية السورية أيضا. أعتقد أنه في إحدى الجلسات التحضيرية للوزراء تحفظت بعض الدول العربية على وجود قوة عربية مشتركة، تعليق حضرتك على هذا الموضوع؟ يعني لم يكن هناك تحفظ على القوة في حد ذاتها. المبدأ لا أعتقد بأنه أحد يمكن أن يعني يعتبر بأنه غير سليم. ما تمت مناقشته هي الآليات والإطار، لأن الاقتراح لم يأتي في نفس الوقت بمقترحات عملية فيما يخص الإطار والآليات التي يجب أن تحرك بها هذه القوة. لهذا القرار الذي سيصدر عن هذه القمة يشير إلى كون يعني أن يكون هناك أعطيت صلاحية للأمين العام للجامعة والدولة التي ترأس الدورة يعني جمع يعني عقد اجتماع لرؤساء القيادات العسكرية العربية عشان يوصلوا في مدة 3 أشهر إلى اقتراحات عملية. إذن نحن في انتظار الاقتراحات العملية وفي انتظار استكمال التصور، وأعتقد بأنه الحلول ستوجد، وبعدها تحدد أي دولة ماذا تريد أن تقوم به، أن تدخل في هذا المنطق أو تختار يعني منطقا آخر، وهذا من صلاحيتها.
سيادة الوزير، الامتداد العربي والقومية العربية والمغرب العربي الشقيق، ويعني أعتقد أن المغرب بالنسبة لجميع العرب هو بلد غالي على قلوبنا جميعا، ولكن هناك ضعف في الامتداد أو امتداد القومية العربية قبل دول المغرب العربي، ما سبب ذلك؟ لا أعتقد ذلك. عندما أرى التاريخ الحديث للمغرب نرى بأنه المغرب هو الدولة التي احتضنت أكبر عدد من القمم العربية. المغرب دائما كان حاضرا داخل العالم العربي والجسم العربي. المغرب دائما كان يعبر عن تضامنه الثابت والدائم مع الدول العربية. المغرب بنى علاقات قوية مع مختلف الدول العربية. هذا هو تاريخنا الحديث والقديم، ولهذا بعد المسافة لا يمكن أن يترجم بكون أن بلدنا أو بعيد عن القضايا العربية وعن الهموم العربية. المغرب له ارتباطات أنتم تعرفونها، له اتفاقيات، له علاقات قوية ومستمرة، هناك تشاور مستمر مع جلالة الملك في مختلف القضايا العربية الأساسية. إذن أعتقد بأن هذه الصورة يجب أن تتغير لدى الرأي العام العربي. المغرب العربي ليس بعيدا عن باقي الدول العربية وعن يعني المحيط العربي، نحن داخل هذا الجسم وننتمي إلى هذا الجسم وسنبقى دائما منتمين إلى هذا الجسم وسنعبر عليه دائما وبقوة. ودائما هذا البلد في القلب العربي وفي وجدان الشعوب العربية. سيادة الوزير، رؤى ومقترحات دولة المغرب خلال الفترة المقبلة من التكاتف العربي الذي تشهده المنطقة؟ أعتقد بأن رؤيتنا هي أن نكون صارمين في المبادئ. هناك مبادئ توحدنا ويجب أن تشكل القاعدة الأساسية وقلب التعامل العربي المشترك. هناك قضايا شعوبنا، وقضايا شعوبنا مرتبطة بأشياء أساسية يجب أن نسير فيها جميعاً: البناء الديمقراطي، اختلاف الرأي، حقوق الإنسان، الانفتاح على العالم، التواصل السليم، الدينامية وحركية المجتمعات، إعطاء القوة للشباب وطاقاتنا قوية، شبابنا قوي داخل العالم العربي. إذن يجب أن نبني رؤية جديدة داخل العالم العربي متفقين عليها، أن نقوي العلاقات البينية فيما بيننا، أن نعتقد وأن نؤمن بأن لا أحد يمكن أن يبني تطور مجتمعاتنا بدون نفسنا. ولهذا أعتقد بأن هذه التحولات الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الثقافية التي نعيشها اليوم يجب أن نستوعبها جميعا وأن نترجمها في آليات جديدة للعمل العربي المشترك. نحن لازلنا متخلفين عن هذا، وأقولها بكل مسؤولية وبكل صراحة. شعوبنا تقدمت على قدرتنا على طرح البدائل، ولهذا من مسؤوليتنا اليوم أن نكون في مستوى تطلعات الشعوب وأن نؤمن بالاختلاف بالرأي والرأي الآخر، وأن نبني مجتمعاتنا وشعوبنا على أسس سليمة، أسس الديمقراطية والانفتاح، وأسس كذلك يعني التكامل، لكن ليس التكامل بالمنطق التقليدي، التكامل انطلاقا من مقوماتنا ومن قدراتنا. وعندما أرى العالم العربي ومقومات العالم العربي وقدرات العالم العربي أقول بإمكاننا كدول عربية، إن نحن بنينا أفقا قويا، أن نجعل من العالم العربي ضمن ما يسمى بعولمة العالم قوة أساسية في تؤثر على التوجهات العالمية والقرارات العالمية، لأن هذه التوجهات وهذه القرارات لا يمكن ولا يقبل أن تكون على حساب دولنا ومجتمعاتنا. سيادة وزير خارجية دولة المغرب الشقيق صلاح الدين مزوار، تشرفنا بحضرتك ونورت شاشة قناة الفرعين يا فندم. شكرا لكم وتحية لكم وهنيئا لكل ما تقومون به. شكرا جزيلا يا فندم.